عالم المعلومات، طريق المعرفة. ولسه مكملين معاكم بأغرب وأنظر أنواع الحيوانات والكائنات البحرية، والنهاردة هنتكلم عن حشرة غرابتها جاية من شكلها الفراشة الزجاجية، الحشرة الشفافة اللي تقدر تشوف كل أعضائها الداخلية. هي الفراشة الزجاجية واللي بقت تحت أنظار العلماء وتحت أنظار قناة عالم المعلومات اللي هنتكلم النهاردة عنها وعن تفاصيل مهمة جداً في حياتها، فتابعونا. جريتا أوتو أو الفراشة الزجاجية أو الفراشة ذات الأجنحة الزجاجية هي فراشة من عيلة الحورائية اللي بتتميز بأجنحتها الشفافة. أما اسمها جريتا أوتو فهو اسم أسباني وتعني المراية. الفراشة الزجاجية من أكتر الكائنات اللي أثارت إعجاب الباحثين من حيث جمال شكلها وتكوينها. هي فراشة بتشبه أبناء فصيلتها من الفراشات، ولكن جناحاتها هي اللي مختلفة وبتتميز بيها، فأجنحتها شفافة جدا لدرجة إن عروقها ومفاصلها بتتشاف بالعين المجرد. أجنحتها اللي بيتراوح طولها من 5.5 ل 6.10 سنتيمتر بتظهر عروقها ومفاصلها زي ما ذكرنا، وزي ما هو ظاهر العروق والمفاصل بيكون لونها أسود أو برتقاني مع وجود خليط من الألوان على حواف الأجنحة. الفراشات العادية بتستغل الألوان الكتيرة الموجودة في جناحتها عشان تتخفى من الأعداء أو الكائنات اللي بتفترسها، لكن الفراشة الزجاجية طريقة تخفيها أو التمويه مختلفة شوية، واختلافها من شكلها الفريد. فالفراشة المميزة بتستخدم الأجنحة الشفافة بتاعتها عشان تتخفى وسط الطبيعة، يعني الأزهار والنباتات، وطبعاً أجنحتها الشفافة دي بتعكس الطبيعة اللي حواليها. ومن الحاجات العجيبة في الفراشة الزجاجية إن لولا وجود العروق والخطوط الزهرة في جسم الفراشة كانت هتبقى فراشة غير مرئية مطلقاً للعين البشرية. الجسم الشفاف اللي بيتمتع بيه الحيوانات المختلفة ومن ضمنها الحشرة الزجاجية يعتبر أمر معقد جداً بالنسبة للعلماء، لأن تكوين الجسم بيتطلب أنسجة خاصة ليها وتكوين كيميائي خاص علشان ما تمتصش أشعة الشمس. بس برغم أنها بتستخدم أجنحتها الشفافة في التخفي، إلا أنها بتواجه مشكلة مهمة جداً في وجود أشعة الشمس أو انعكاس الضوء، لأنها لما بتنعكس على جسمها الشفاف بتظهر بصورة مميزة وممكن أي شخص يلاحظ وجودها أو أي طائر أو زواحف من الممكن إنها تاكلها، وبتكون مرئية خصوصا للإنسان أكتر من أي كائن حي تاني. مميزات وعجائب الفراشة الزجاجية ما وقفتش عند الحد ده، فبجانب إنها شفافة دي كمان بتتمتع بقوة ومرونة عالية جدا، وبمقارنة أي نوع فراشة مع الفراشة الزجاجية هتتفوق عليهم في مرونتها وقوتها. بتتغذى الفراشات الزجاجية على قائمة أكلات كتيرة، فهي بتاكل المواد الغذائية اللي بتكون دايبة في المية، بتاكل كمان رحيق الأزهار وعصارة النباتات والأشجار المختلفة والفواكه المتعفنة وروث الحيوانات. التزاوج في حياة الفراشات الزجاجية زي باقي الفراشات بتكون في فترة الظهر وعلى مدار ساعات لحد قبل غروب الشمس، وفي الوقت ده بتتجمع الذكور وتبدأ تستعرض جمالها في عرض لطيف ومبهر جدا، وبيظهر كل ذكر قدراته مع فرد جناحاته والرفرفة فوق الزهور. بعدها بتختار الأنثى رفيقها المناسب ليها. مميزات الفراشة الزجاجية في التبويض يعتبر برضو خارق للطبيعة، لأنها بتضع البيض الخاص بيها على النباتات والأزهار السمنة واللي تقريباً مفيش أي طائر أو حشرة بتقرب ليها، وبتضع البيض على النباتات السمنة دي علشان تحمي البيض من أي حشرة ممكن تفترسها، والشرنقة بتقدر تخرج للنور بصورة طبيعية ومن غير أي ضرر. أما متوسط عمر الفراشة الزجاجية فبيكون من شهر لست شهور زي باقي أنواع الفراشات.